لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنحن في شهر له من الفضائل ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسميه شهر الله المحرم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال قيام الليل. قال سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم. وهذا الشهر فيه يوم عاشوراء الذي كان صيامه واجبا في أول الإسلام. كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، ولكن لم يكونوا ينسبون صيامه لشيء، لا يعرفون، إنما تلقوه عمن سبقهم ولا يدرون من أين أتى ذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وكان فيما يظهر أن هذا أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته سنة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في الثاني عشر في شهر ربيع وربيع الأول، وأدركه محرم واحد قبل أن يفرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة. فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء، وقال للناس ونادى في قرى الأنصار حول المدينة من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من كان مفطرا بعذر في صوم واجب، إذا زال عذره أثناء النهار أن يكمل بقية اليوم صائما، وإن لم يحتسب اليوم صياما لكن تعظيما لحرمة اليوم الفاضل. وأيام رمضان أفضل الأيام إلا العشر الأوائل من ذي الحجة، فينبغي أن يعرف حرمتها. إذا حضر المسافر، وإذا برئ المريض، وإذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس أثناء النهار أمسكوا بقية يومهم، وذلك قول الجمهور من أهل العلم لهذا الحديث الذي ذكرناه، من أصبح مفطرا فليصم بقية يومه تعظيما لحرمة اليوم. ونحن نتذكر في هذا الأمر قصة موسى صلى الله عليه وسلم، ونتذكر نجاة موسى صلى الله عليه وسلم وهلاك فرعون ضحى ذلك اليوم، ضحى يوم الخميس القادم. وذلك أن الله أوحى إلى موسى أن يخرج بعباده ليلا، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون.
يجب أن ننتفع بهذا المعنى. الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام بأنه سوف يتبع، سوف يطارد. لا تظن أن التزامك بطاعة الله ستكون بلا متاعب أو بلا مطاردات أو بلا عقبات. من ظن ذلك لم يفهم حكمة الله عز وجل في وجود النوع الإنساني، مع أنه سبحانه وتعالى الذي قدر أن يوجد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ تأمل، أتجعل؟ إذن الله الذي جعل، الله الذي جعلهم كذلك بقدره وخلقه وتكوينه لهذا الأمر، ولو شاء أن لا يخلقهم لما خلقهم، قبل أن يخلقهم قد جعل سبحانه وتعالى، قد علم وقدر وأراد أن يجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لماذا؟ تعجب الملائكة، وقد يتعجب الكثيرون، بل يلحد الكثيرون إذا غابت عنهم حكمة الله. لماذا خلق الشر؟ لماذا سفكت الدماء في الأرض ظلما؟ لماذا يقتل المسلمون؟ لماذا يحبسون ويعتقلون؟ الأمم المتحدة طلع قلق حوالي 5 أيام كده، 4 أيام، على إن في 1,000,000 مسلم في الصين، من في إقليم الإيغور، المسلمين الصين في شرق الصين يتعرضون للاعتقال. تخيلوا، يعني احنا بلدنا كلها فيها كم مسجون من جميع الانواع، بتاع مثلا 60-70 ألف، 100 ألف من جميع الانواع، ربعهم مثلا سياسيين او ثلثهم، بس بقيت الناس ايه؟ محبوسين. تخيلوا ان 1,000,000 مسلم وعددهم اصلا قليل جدا، يعني ما هوش الاعداد الكبيره بتوع 30 مليون واحد، يعني من كل ثلاثة، يعني حاجه صعبه جدا. 30 مليون مسلم معتقل، محبوسين في معسكرات اعتقال في ظروف صعبه. مش احنا اللي قلنا الكلام؟ سبحان الله، ناس بتقول طب وليه المسلمين تعرضوا كده؟ المسلمين في سوريا النهارده اتجمعوا من بقي من جميع الاقطار، كانوا في حماة وبعدين حلب وبعدين وحمص، وبعد كده اتجمعوا في ادلب، ودلوقتي بتضرب وتباد، ربنا يستر عليهم. والمسلمين في بورما بتاع 5 مليون طردوا من بلادهم، وكم منهم قتل؟ الله عز وجل لا اعلم، لا يحيط بهم علما الا الله. استغفر الله، طب ليه بيحصل كده؟ ينبغي ان يؤلموا كذلك، ولكن دائما اشهد حكمة الله، لأن الله عز وجل قال للملائكة لما قالوا ذلك متعجبين وهو قد خلقهم يسبحون بحمده ويقدسون له، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعلم سبحانه وتعالى كما قال غير واحد من السلف ولود الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء والعباد والدعاء والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله. الله عز وجل جعل ذلك بحكم بالغة. لكي يعبد سبحانه وتعالى بالمقاومة والمدافعة والمجاهدة. الملائكة ليس فيهم من يعصي الله سبحانه وتعالى. وفي نساء النبي طفوا لبر وهو سبحانه وتعالى لم يجعل في الملائكة من يعصيه، وليس في نفوس الملائكة منازعة للطاعة. وأما بنو آدم فإن الله يحب
أن يعبدوه وسط من يفسد فيها ويسفك الدماء، وأن يعبدوه رغم ولود الشهوات في نفوسهم تدفعهم أو تحثهم وترغبهم في نيل الحرام. لذلك كان ولود النوع البشري مع ولود العقبات لكي يعبد سبحانه وتعالى في زمن الغربة وفي فترات الفتن. الفتن ولدت لكي نعبد الله خلالها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عند القلب الحاجة يا رب اشفي، يا رب اشفي مرضانا جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال: بدأ الإسلام غريبا وسأعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أفضل هذه الأمة الصحابة، وأفضل الصحابة المهاجرون، والعشرة المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين. لماذا سبق المهاجرون الأنصار؟ وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنة وأنهم يقدمون المهاجرين على الأنصار، ذلك لأن المهاجرين عبدوا الله عز وجل في زمن يطارد فيه الإسلام، يتبع فيه المسلمون. لما نعرف هذا الأمر إنكم متبعون، يسمى ربنا سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين أنهم يطاردون وأنهم يضطهدون وأنهم يتبعون لأجل أن ينالهم أعداؤهم بالسوء وبالقتل والسجن والتعذيب كما كان فرعون يفعل في بني إسرائيل. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. ولا شك أن هذا الأمر أن يتحرك موسى عليه السلام بنحو 600,000 من بني إسرائيل، فيهم الأطفال والعجائز والمرضى والذين يعانون من آثار التعذيب والسجن والخدمة والآلام الفظيعة، إن الحركة دي مرة واحدة معجزة إدارية فعلا. إن بدون وسائل اتصال، لا تليفونات ولا واتس ولا فيس ولا وسيلة تواصل واحدة، إن سيدنا موسى يقدر يوصل الأمر ده لجميع أفراد بني إسرائيل ويكونوا مستعدين للحركة، يخدم كل ما يستطيعون حمله ويتحركون في وسط الليل. أن أسر بعبادي في سورة الدخان ليلا، أن أسر بعبادي ليلا. فبعد أن نام الفراعنة خرج بنو إسرائيل خروج شامل، فعلا والله معجزة إدارية، توصيل الأمر في مثل هذه الظروف الصعبة دون أن يشعر بهم أحد. نعرف نبقى متحدين ومتماسكين لهذه الدرجة، نعرف نبقى نتحرك حركة واحدة لنصرة الدين ولنجاة الأمة بهذا الترتيب الرائع. ومن ضمن الحاجات ان الطريق هيبقى في صحراء، هيخترق من وادي النيل الى ايه، لان فرعون كان قرب وادي النيل يقول: وهذه الانهار ايه تجري من تحت، مش كده؟ وهيروحوا هم ناحيه البحر الاحمر، يبقى هيمشوا في الصحراء الايه الشرقيه، منطقه صحراويه. وفي الحديث انهم ضلوا الطريق، فجعل موسى يتعجب كيف يسير، فقالوا: إن يوسف عليه السلام.
قد أوصى بأنه إذا خرجتم من مصر فاحملوا تابوتي معكم. فقال موسى: ومن يعلم مكان تابوت موسى؟ فقالوا: عجوز بني إسرائيل. واحدة عجوزة جدا. فأتاها موسى فقال: أين تابوت يوسف؟ أين قبر يوسف؟ فقالت: لا أدلك عليه حتى تعطيني حكمي. فقال: وما حكمه؟ ما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. حاجة همة عالية أوي، حاجة حلوة أوي. فظلت تسير به حتى دلته وقالت: هنا قبر يوسف. حديث صحيح. فحملوه فبان لهم الطريق كأنه الشمس. والفراعنة فين؟ فراعنة لسه نايمين، بس صحيوا بالليل وبحثوا عن بني إسرائيل لم يجدوا بني إسرائيل. ده دليل فعلا والله على أولا كان في سرية في توصيل الأوامر، وفي ترابط بين القيادة وبين القاعدة وبين القاعدة والقاعدة، وفي التزام تام بالأوامر. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. اختصرت الآيات أن الفراعنة استيقظوا، أبلغوا فرعون أن بني إسرائيل رحلوا ليلة عاشوراء، وخرجوا من البلاد بسرعة. فرعون عنده جهاز إداري أقوى من ذلك. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، في كل المدن، وبسرعة جدا، وجمع جموعا كثيرة خلال ساعات. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. شرذمة يتوعد ويقول قليلون، هم فعلا قلة بالنسبة للفراعنة لأن ما فيهمش مقاتلين بلا سلاح. وإنهم لنا لغائظون، بيعمل تمهيد نفسي وحرب نفسية من لكي يعد جنوده للانتقام. وهم عندهم فرعون ده ايه؟ ده ربكم الأعلى، ده الإله، ما علمت لكم من إله غيري. وبالتالي فلو حد غازوا يبقى لازم نفتك به كما هو مصور في جدران معابدهم، يقعدوا يمزقوا الأجساد. عندهم صور الفراعنة بيعدوا القتلى بقطع الأعضاء الذكرية، وجايبين صورة كده شفتها أنا أحد المعابد وهو عمال يعد الأعضاء الذكرية، بيقطعوا الناس بعد ما عشان يعدوا هم قتلوا قد إيه. فغزوا مين بقى؟ غزوا فرعون نفسه. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. وفي القراءة الأخرى حذرون، يعني نحن على حذر ونحن على يعني يقظة. وإنا لجميع، يعني جمع كثير. تحرك فرعون بجنوده، خرج أتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فأتبعهم فرعون بجنوده، تلاقي في موطن فأتبعهم فرعون وجنوده، دي في سورة يونس، لأن الجنود مشاركين في الجريمة، لأن ما فيش واحد يقول أنا عبد مأمور أنا ماليش دعوة، دول هم اللي أمروني. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعوذ بالله. حال صعب جدا، ندم فظيع من الجنود والأعوان في الشر، كل واحد بيعاون في الظلم والعدوان والشرك والكفر والنفاق، فهو شريك في الجريمة وإن كان بالأوامر. في الموطن في سورة طه قال فأتبعهم فرعون بجنوده
يبقى وجنوده عشان يبين بغيهم وعدوانهم ومشاركتهم في الجريمة. وبجنوده كأتباع زي جريرهم كده، كما يقال سار بكلبه، سار بكلب يعني بيجره، يعني دول أتباع عشان يبين أثر اتباع رؤوس الضلال على أصحابه، على أصحابهم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورود. أوردهم الناس عايزة عطشان عايزة تشرب، قال لهم تعالوا اشربوا، تعالوا اشربوا يعني اشربوا من جهنم والنار. فأوردهم النار عشان هم ماشيين وراه في الدنيا فهيمشوا وراه في الآخرة. احذر بقى على نفسك أن تكون مقلدا في الباطل، أن تكون متابعا في الظلم والعدوان. ما ينفعش تقول أنا ماليش دعوة هم اللي قالوا لي كده أبدا، سواء كبار صغيرين آباء أجداد رؤساء كبراء، كما قال عز وجل وقالوا إنا أطعنا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لن ينفع أحد أن يكون مع الظلم والظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين. في سورة الشعراء ربنا لم يذكر خروجهم وإنما ذكر إخراجهم، قال عز وجل فأخرجناهم من جنات وعيون. تأمل الموضع ده، إن ربنا الذي أخرجه، فرعون خرج والله إيه أخرجه، فالعبد فاعل منفعل، يعني في أفعال لله تقع على العباد، الله الذي يجعلهم يفعلون. الآيات اللي فيها ذكر خروج فرعون، خرج فأتبعهم فرعون وجنوده، فأتبعهم فرعون بجنوده عشان يبين عدله أنهم لم يصبهم ذلك إلا بذنبهم. طب امال بقى فأخرجناهم، عشان تستحضر كويس جدا إن ربنا هو الذي يقدر المقادير ويدبر الأمر. ما كانوا قاعدين مستريحين، كان عندهم ايه جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كانوا قاعدين مستريحين. لو كانوا قاعدين كده ما سابوا بنو اسرائيل يمشوا، سبحان الله، ما كانش غرق فرعون، سبحان الله. لكن ربنا اخرجه لكي يغرق هو والجنود جميعا، لكي يرث بنو اسرائيل هذا الملك. قال عز وجل كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام ونعمة كانوا فيها فاكهين، وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. نعمة يعني تنعم، نعم عظيمة. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. سبحان الله، يعني السماء والأرض بتبكي، لكن السماء والأرض على فرعون وجنده كانت فرحانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيستريح، قال مر بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، قالوا ما مستريح ومستراح منه، قال أما المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. تخيل كده الأرض والسماء بكت على كم واحد النهاردة ممن ماتوا اليوم في العالم، يبكي على المؤمن موضعه الذي كان يعبد الله في الأرض وموضعه الذي كان يصعد إليه عمله في السماء، فأما الكفار فلا تبكي عليهم السماء والأرض. المعنى ده معنى جميل جدا، إن في علاقة بين المؤمن وبين الكون، في علاقة محبة، ولذلك تبكي عليه الأرض وتبكي عليه السماء. مش بس أهل الأرض المؤمنون أو الأقارب أو الأحباب الذين يبكون من مات من المسلمين، لا، ده الأرض نفسها بتبكي والسماء نفسها بتبكي.
فهو كان في الدنيا الأرض والسماء مش تعبانة منه لأنه يطيع الله عز وجل، ولما يموت تبكي عليه السماء والأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الكافر فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أخرجناهم تدل على فعل الله، على خلق الله لأفعال العباد، على تقدير الله للمقادير، على أن الإنسان ليس مخيرا فقط. فرعون خرج ده مخير، وأخرج ده مسير. فالإنسان مخير إيه؟ مسير في الأفعال الاختيارية. وفرعون كان ماشي غصب عنه؟ أخرجناهم دي يعني جرجروا كده وطلعوا، ولا كان خارج بإرادته؟ تعرف سر القضاء والقدر في الإيمان في هذه الآيات، تعرفه من هذه الآيات. أن العباد خلاص، أن العباد يفعلون والله يجعلهم يفعلون. عشان كده أنت بتقول إيه؟ بتقول ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ما انت اللي بتقيم الصلاة، بس انت بتشهد ان ربنا اللي ايه؟ اللي جعلك تقيم الصلاة. ما ينفعش الانسان يتسأل الانسان مسير ولا مخير. الانسان مسير مخير، مش كده؟ مسير ولا مخير دي زي ايه؟ زي 5 و5، 9 ولا 11، 10، مش كده؟ يبقى ما تنفعش تجاوب لا 9 ولا 11، بين الاثنين، مجموع الاثنين مقسوم على 2، مش كده؟ فانت مسير مخير دي معناها ان في قدر بيجري عليك، بس انت مخير يعني انت بتفعل بارادتك. انت قاعد هنا في الجامع وفي ناس قاعده في البيت بتتفرج على تلفزيون، وفي ناس ماسكه المحمول بتتفرج على مواقع اباحيه، وفي ناس راحت الكنيسه، وفي ناس دلوقتي راحت المعبد البوذي في اليابان مثلا، وفي ناس دلوقتي بتعبد البقره وبتسجد لها في الهند، وفي ناس بيعبدوا الفيران، وده مش غصب عنهم. عشان كده العباد فاعلون والله خالق افعالهم وقدرتهم وارادتهم، فاعلون بارادتهم وقدرتهم التي خلقها الله لهم، والله جعلهم يفعلون ذلك. فاخرجناهم من جنات وعيون. سبحانك ربي. علشان الانسان ما يفتكرش نفسه هو اللي مالك الامور، او فرعون افتكر كده وكان الحقيقه انه كان بيخرج، كان بيدفع دفعا، والجنود اللي الجميع الحاذرون اللي ماشيين وراه ماشيين علشان هلكهم والعياذ بالله. فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك واورثناها بني اسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، عند شروق الشمس أدركوهم، تراءى الجمعان. أدركوهمش إن هم مسكوهم يعني، ولكن وصلت إلى مسافة حوالي 5 كيلو كده، اللي هي تراها العين المجردة على مسافة متسعة من الأرض. أنت لو بصيت على البحر ممكن تشوف مركب بعينك المجردة السليمة على مسافة 5 كيلو، لو حاجة منورة ممكن تشوفها على مسافة 10 كيلو الى 20، ده اقصى حاجة. فهم شافوهم بالعين المجرد، ان كانش فيه اضاءة ولا حاجة. فلما تراء الجمعان، شوف حكمة ربنا، ان سيدنا موسى لما وصل للبحر ما انفلقش على طول، عشان تعرف حكمة ربنا في يعني سنته في خلقه على الدوام. الفرج لا يأتي الا بعد الشدة، وما بيجيش مره واحده، يجي لغايه ما يوصل الامر الى مداه، الشده تصل الى مداها. سيدنا ابراهيم متى انقذ؟ مش كان ربنا قادر ينقذه على طول قبل ما يولعوا النار اصلا، ما يعرفوش يكتفوه اصلا؟ ولكن سبحان الله، الفرج جاء وهو بيلقى في النار، لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هم تمكنوا من إلقائه في النار، وفي اللحظة دي جاء الفرج. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الفرج جاء في سيدنا إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين.
في اللحظة الأخيرة، آخر لحظة، خلاص السكينة مستعد لتنفيذ الأمر إلى آخر لحظة، وقبل ما يقطع، قبل ما يذبح ابنه، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. تبقاش متعجل في حياتك، مستعجل الفرج دايما، تزهق بسرعة. عجول، خلق الإنسان عجولا، لكن الأنبياء والمؤمنين يصبرون صبرا عظيما. سيدنا موسى جاله الفرج امتى؟ راح وصل وكان عايز يمشي بسرعه، والناس عايزه تشوف، يقولوا يا نبي الله هل هذا هو المكان الذي امرك الله به؟ يقول ما كذبت ولا كذبت، هذا هو المكان الذي امرني الله به. يقوم مش عارفين يعملوا ايه، خلاص لغايه ما شافوا ايه؟ قطرت الجيش، بل شافوا الجيش نفسه، بالاول الغبار وهم واقفين، وبعد الغبار شافوا ايه؟ بدايات الجيش. فلما تراءى الجمعان، دول شافوا دول ودول شافوا دول، قال اصحاب موسى انا لمدركون. خلاص اكدوها بان وباللام الموطئه للقسم، يعني كانهم حلفوا قالوا والله خلاص ادركنا. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، عشان نعرف منزله ابي بكر من بين اصحاب الانبياء، ان سيدنا ابو بكر اولا هم المشركين، الرسول اخذ بالاسماء وخلى في رحله الهجره، وخلى الايه ان في حد يمر عليهم يعفي الاثار، يمر بالغنم. ومع ذلك المشركين جابوا قصاصين وعرفوا يوصلوا ليه؟ للغار، غار حرة، والرسول صلى الله عليه وسلم جوه الغار والمشركين فوق. قال ابو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم الى موضع قدمه لابصر. شوف الكلمات دي هتلاقيها ايه؟ مش جازمه، مش قالوا والله خلاص ادركنا، لا، سيدنا ابو بكر كان بيعلق، لو نظر احدهم، لو نظر احدهم الى موضع قدم الى ابصرنا، ما قالش قد ابصرنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين. سيدنا محمد قال ان ايه؟ ان الله معنا. شرف عظيم لابي بكر، لان ابو بكر ما جزمش زي بنو اسرائيل، ما ايه؟ ما جزموا ان احنا ضعنا خلاص، ده احنا باظت الدنيا، انا لمدركون. ده سيدنا ابو بكر بيقول له لو نظر، ويمكن ما ننظرش، نظر لو حرف امتناع لامتناع، نعمه من ربنا، ايمان عظيم وتوكل، ولذلك كان من جزائه معيه الله. سيدنا موسى كان ربنا معه هو، قال كلا ان معي ربي سيهدين. في اللحظه دي جاء الوحي، فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله، اللحظه الاخيره اللي لو اتاخر الامر بعدها كان القتل الذريع لبني اسرائيل. يعني شوف الكفه في لحظه كانت تبقى كده، وفي لحظه كانت ايه؟ تبقى كده. ومن الذي يدبر الامر؟ ومن الذي عنده الميزان؟ ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، الله عز وجل. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق، كل ناحيه كالجبل العظيم. وجاءت الريح يلبست الارض، عشان الناس لما تمشي وايه؟ بسرعه، ده فرعون جاي، بدل ما الطين الرمله تحت تبقى ايه؟ مليانه ميه. لذلك ربنا قال واوحينا الى موسى ان اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. بس هو الذي ما قالش لا تخافون دركا، قال لهم لا تخافوا دركا. الثقه كانت عند مين؟
التوكل كان عند مين؟ كان عند سيدنا موسى. ما فيش حد زيه ولا قرب منه حد، عشان كده المعية كانت له. قال كلا، سمع سيدنا هارون معاه، لأنه سيدنا هارون وسيدنا موسى زي بعض. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مشى بنو إسرائيل 12 طريق، ويذكر المفسرون أنه جعل لهم طاقات في البحر علشان يشوفوا بعضهم بعضا، عشان يطمنوا على الايه، على السبط، الاسباط الاخرى. 12 سبط، 12 طريق، كل سبط عارف ايه، عارف طريقه، لان هم كانوا متجمعين مع بعض، سيدنا موسى كان مرتبهم. وبسرعه دخل بنو اسرائيل. فرعون تردد شويه، والفرس بتاعه خاف شويه، ده حاجه منظر عجيب. ومع ذلك فرعون عناد، إصرار. قال لأتباعه انظروا كيف فلق لي البحر لأدرك عبيد الآبقين. يا للغباء، يا للجهل. ويذكر أن جبريل مر على فرس أنثى أمام حصان فرعون لتغري الحصان بالحركة. ربنا، عشان كده ربنا قال وأزلفنا، يعني وإيه، وقربنا. فرعون ماشي، والعجب 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 إن بقيت جنوده إيه، شايفين البحر اتفلق قدامهم بضربة من سيدنا موسى، لأن هما الجمعان تراءوا، مش كده، شايفين، وإن البحر انفلق لما سيدنا موسى ضربه ومشي بني إسرائيل فيه، ودول وراهم. واستبقوا فرعون على كده، حاجة عجيبة، التبعية العجيبة دي. فاستخف قومه فأطاعوه، عشان عقولهم ضعيفة، عشان هو استخفهم، قال لهم ابن صرح، بنو صرح، اعبدوني أنا ربكم الأعلى، عبدوه، ما لكم من إله غيري، عبدوه. حاجة فظيعة جدا التبعية المنكرة دي. الإنسان عمر المؤمن ما يبقى كده، عمر المؤمن يبقى متبع وخلاص. آخر واحد خرج من بني إسرائيل كان ربنا بيقر بالفراعنة بإرادتهم، وأزلفنا ثم هناك في وسط البحر الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. آخر واحد خرج من بني إسرائيل، أمر الله البحر أن ينفلق، أن ينضم، أن يدخل بعضه على بعض كما كان البحر الأحمر. أنه كان بالضبط الله أعلم، بس البحر كان واخد أوامر من الله، إذا ضربك موسى فانفلق. وإذا في رواية تانية أن سيدنا موسى بيضربه مرة تانية عشان إيه؟ يلتئم. وهم في وسط البحر، كل جنود فرعون تتاموا، وبقى وسط البحر، أمر الله البحر أن يلتقم، فالتقم البحر عليه. قال عز وجل وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. جميعا غرقوا كل جنود فرعون. كان يوم عظيم فعلا والله العظيم، يوم نعمة من ربنا علينا جميعا، ان المعاني دي مسجلة في القرآن لحظة بلحظة تخلينا نفرح، لان ايام الله ينبغي ان نتذكرها. قال عز وجل اوحينا الى موسى ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله. فيوم عاشوراء ده من أيام الله عز وجل، كما إن يوم نجاة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين في الغار كان يوما من أيام الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يوم بدر من أيام الله، يوم الأحزاب من أيام الله، يوم فتح مكة من أيام الله، يوم خيبر من أيام الله، يوم الحديبية من أيام الله. نصر من الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللحظات الأخيرة من حياة فرعون، اللحظات الأخيرة من حياة فرعون مذكورة في سورة يونس. القرآن عجيب، التكرار، كل قصة في موطن لها كنوز مختصة بها. يعني الموطن زي ما قلنا، موطن يبين فعلهم ويبين عدله. فأخرجناهم، قال عز وجل
وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده باغيا وعدوى حتى إذا أدركوا الغرق. دي اللحظة الأخيرة بقى. أولا باغيا وعدوى عشان العدل برضه، عشان يبين أن فرعون باغي هو وجنوده ومعتدون هو وجنوده وأنهم يستحقون العقوبة. وحتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. والسنة بتكمل لنا المشهد العجيب. سيدنا جبريل في الحديث الصحيح يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد لو رأيتني يا محمد وأنا أدس من حال البحر من طين البحر من الرملة في فم فرعون مخافة أن تدركه البحر خشية أن تدركه البحر لو رأيتني. يعني واحد كان حاضر القصة. مين؟ سيدنا جبريل. كان أثناء فرعون ما بيغرق كان سيدنا جبريل حاضر بيزود المصيبة عليه بيغرقه أكثر. سيدنا جبريل عمل كده ليه؟ عشان فرعون بيقول لا إله إلا الله في اللحظات الأخيرة. سيدنا جبريل خايف لو كررها كتير يمكن ربنا يقبلها، لأن سيدنا جبريل يعلم أثر لا إله إلا الله ومنزلة لا إله إلا الله عند الله عز وجل. مش الناس اللي تستحل دماء المسلمين ومش فرقة معاها يقول لا إله إلا الله اقتل كله وخلص فجر كله وخلص. لا إله إلا الله دي كلمة عظيمة ما ينفعش. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، والنفس بالنفس. كل واحدة لها ضوابطها العظيمة، مش أي حاجة أي واحد يكفر أي واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. رواه البخاري. بس زي الناس تتهاون وتكفر بعضها بعضا كده وتلغي لا إله إلا الله، يقول لك لا ده مسلم بالبطاقة، دي لا إله إلا الله على الورق. ده هو في أكثر من فرعون، وفرعون ده كفر كفر فظيع. بيقول كان بيقول أنا ربكم الأعلى، كان بيقول ما لكم ما علمت لكم من إله غيري، قتل نفوس لا يعلمها إلا الله. وسيدنا جبريل إيه؟ خايف لو هيكررها ممكن إيه؟ ممكن تدركه الرحمة، ممكن ربنا يغفله عشان عظمة قول لا إله إلا الله. فعشان هو عايزه من غيظه منه غيرة لله جعل يدس من طين البحر من رمل البحر في فم فرعون، بيقول له لو رأيتني يا محمد. بس ربنا ما قبلش توبة فرعون لأنها كانت عند الايه؟ عند الغرغرة، عند الموت، عندما أتاه العذاب. قال عز وجل: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال سبحان قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما لم يغرغر، الغرغرة بقى كله هيؤمن ساعتها، مش هتقبل. لازم يتوب قبل الغرغرة، لازم يتوب قبل رؤية العذاب. لا تنفعه التوبة بعد ذلك. قال سبحانه وتعالى: وأغرقنا ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز في انتقامه من أعدائه، الرحيم بأوليائه وعباده المؤمنين. هذا أمر مستمر. هلاك فرعون راجع إلى صفة من صفات الله، هو نازع ربه فانتقم الله من صفة العزة، ونجاة بني إسرائيل راجعة إلى صفة من صفات الله، صفة الرحمة. واسم الرحيم خصوصا الذي يدل على الرحمة الخاصة، الرحمة بالطاعة بالدين بالإيمان، أن يوفقك الله للإيمان. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يرحمنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.